نقول هاد الساعه اللي زادت هذيك كتاثر على الوليدات وعلى العائله وعلى كلش ما غير صالح. والبرد دابا والظلام كانوا ضد الدراري في الظلام غير صالحه هاد الساعه، يردوا الساعه كما كانت. بالنسبه للساعه الاضافيه يعني ما مزيانه صراحه للناس اللي خدامين سورتو في 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 الصباح، يعني ما خدامهاش لان كتفيق بكري وباقي باقي الظلام وباقي فهمتي يعني ما خدامهاش. وحتى الدراري الصغار ديال المدرسه، انا نيت شخصيا كندي الدراري ديال خويا المدرسه كنديهم مع السبعه، دوك باقي الظلام وكنمشي في واحد يلا كتصلي وكتخرج يعني مع الصلاه مع الخروج. دوك يعني هاد الساعه الا كان يحيدوها مزيان سي تان افونتاج، يعني واخا كيشوفوا هما عاوتاني واحد الجانب ايجابي انهم مثلا كيقدموا الخدمات مع الدول الاوروبيه وهذا يعني ما مزيانش. ما عندنا ما نديرو، ولفنا كانوا في داك الظلام في داك الليل في لوريسك، ما عندنا ما نديرو، ما صافي ولفنا ما كاينش البديل، ما كاينش اش غنهضروا مع من نهضروا، صافي ولفنا كل برمج الحياه ديالو كل واحد نبقاو نتلعبوا نقص ساعه زيد ساعه بحال اللي كنلعبوا والله ما هكذا برمجنا ومشينا عليها. بالنسبه للساعه اللي داروا، شوفوا وين الناس اللي كيفيقوا الصباح بكري، وعندك منهم الدراري الصغار اللي كيفيقوا معطلين، كاين اللي كتفيقوا كتقول ليه كيقول لامو ولا البا مفيقاني في الظلام، نعس في الظلام وداني في الظلام. كاينين الناس اللي كيفيقوا كيمشيو للسبيطار مع 8 الصباح، الناس مرض، الناس كبار، والناس الخدمه عاوتاني اللي خدام في هذيك الوقيته راه ماشي مشكله، طريفه الخبز عاوتاني. كنطلبوا من الناس المسؤولين يشوفوا من وجوه هاد الناس هادو واللي عنده امكانيه راه ربي معاه عاوتاني. السلام عليكم. بالنسبه لهاد الساعه الاضافيه اللي تزات على مده السنه كامله، هي لما خايبه للضعفاء والمساكين، هما اللي تيفيقوا في الصباح بكري، تيفيقوا مع الخمسه الصباح قبل من الفجر اللي تيخرجوا للخدمه، ومنهم حتى حنايا تنخرجوا باقي الظلام مع الفجر عشان نصلوا الفجر وتنخرجوا للخدمه. مزيانه الناس الاخرين الموظفه وهذوك اللي عندهم شويه مناصب شويه مزيانه، هما اللي مزيانه لهم وما تيفكروش للضعفاء وذنوبهم عليهم. هي الساعه الاضافيه خايبه لينا حنا كاملين، حيت اولا فاش كنوضو كنلقاو ديما الليل وكنخرجوا كاملين في الليل، ومثلا حنا مثلا كنخرجوا المدرسه مع 8 ونص ومدرسه بعيده بزاف، كنخرجوا في الليل كنخافوا التكريسه وكنخافوا اللي يوقع لنا شي حاجه في الليل، دونك هذيك الساعه الاضافيه ماشي صالحنا حنا كاملين. غير الخروج في الليل، حتى انا مدرستي من الدار للمدرسه مسافه كبيره بزاف، وباش اني نوصل للطرام عندي واحد 10 دقائق ديال التراجي عاد كنوصل، وفي الليل وكنخاف بنادم خصو يوصلني والديا عاد نقدر نوصل للطرام نمشي للمدرسه.